حياتنا زي القطار بمر علينا بمراحل وفترات، عاملة كده زي المحطات، ولكل محطة دروس وعبر ومواقف بتمر علينا. في منها محطات بتمر علينا صعبة ومؤلمة، ومحطات تانية بنشوف فيها أجمل وأسعد اللحظات. بتكون كده زي الرحلة المليئة بالأحداث المتنوعة، وتبص كده تلاقي المحطة الجميلة بتمر بسرعة عن المحطة السيئة اللي كلها مخاطر وأحداث. لكن يا خسارة، قطارنا بيجري وما بيقفش، ومسيرته طويلة ومحطاته كتيرة، وكل واحد فينا ليه محطة بداية، ولكن مفيش حد فينا يعرف امتى موعد محطة النهاية. وهتلاقي كتير مننا بيتمنوا يرجعوا لمحطة ما مرت في حياتهم، ضيعوا فيها اجمل لحظات من عمرهم. ولكن للأسف قطار حياتنا ملهوش محطة للرجوع، وبيواصل محطاته بكل ما فيها من مفاجآت واحداث. وهتلاقي مننا من اللي بيجلس في القطار بيتأمل الحياة في صمت من شباكه وهي بتمر أمام عينيه بسرعة البرق، وهتلاقي اللي بيحاول يتجاهل إن يجعل رحلته هدف وغاية، والبعض الآخر بينتظر بشوق ولهفة المحطة القادمة، والبعض يتساءل عن مسار حياته وكم مننا ستكون المحطة القادمة نهاية حياته. ومن النهاية، الرحلة هي حياتك وليست سباق، فتمتع بها واعرف أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أقدرنا قد كتبت، وأعمرنا حددت، وأرزقنا محسوبة بدقة، فلنمضي برحلتنا في هدوء ونستخلص منها. أن السعادة لا تعني أن نبكي أو نحزن، بل نرضى بكل أقدارنا ونملك القدرة على التعامل والتعايش معه. ولا تستسلم ولا تيأس، فالله دايما معك ويدبر لك جميع أمورك. خلصنا حلقتنا النهاردة، والرجاء عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وكنتم مع معلومة مع بيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.